محمد الغيداني إعلامي باحث. أشكر جزيل الشكر المسؤولين عن هذه تنظيم هذه الندوة المباركة واللي كتطرح موضوع الأمازيغية في الإعلام الوطني. بدوري غادي نشارك بموضوع الأمازيغية أو الإعلام الأمازيغي ودوره في الهوية الوطنية، واخترت أن أركز على موضوع اللغة لأنها العنصر المهم الذي يخدم الهوية الوطنية. حاولت أنني ندرس مجموعة من البرامج اللي كتقدم على أمواج الإذاعة الأمازيغية وكذلك القناة التلفزية الأمازيغية، ولقيت أنه هناك مجموعة من البرامج اللي كتستجب للطرح اللي تناولته. هناك مجموعة من البرامج اللي كتخدم اللغة سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، دورها دور مهم جدا في ترسيخ اللغة الأمازيغية في الأوساط الوطنية. متمنياتي أن تبذل مجهودات أخرى حتى تبقى هذه اللغة كتخدم الحضارة